حياكم الله، حلقة جديدة من بنالتي، وضيفي ارتدى ألوان السماء فأبدع وتألق ودافع عن الأنيق وهو يضم ألمع النجوم، وكان صقرا لمواسم جوية لا تنسى. غيابه الطويل بسبب الاحتراف لم يمنع بنالتي من استضافته. معي وضيفي الكابتن والحارس الدولي السابق عمر أحمد. كابتن عمر اهلا وسهلا بك، شرفتنا والحمد لله على السلامه ونورت العراق. الله يسلمك كابتن نور، وانا شرفت طبعا هاي باللقاء هذا جميل، ان شاء الله تكون حلقه طيبه. والامور احنا من زمان ما ملتقينا، يعني 20 سنه مو اكثر من 20 سنه، 2003 اخر سنه. اي اخر سنه طبعا كابتن عمر دربني، كانت في البدايه فتره بسيطه لكن هو راح للاحتراف. كابتن اولا ارحب بك، حقيقة فرحانين بشوفتك والعودة هذه، أنا أعرف أنه إجازة قصيرة. أريد أبدي من سر هذا الاختفاء التام عن الوسط الرياضي العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرف الاحتراف الخارجي بي يعني كثير أمور يعني مهمة أنه لازم توفر عندك. نعم. وخصوصا أنه الأندية المحترفة يعني عندك التزامات كبيرة لازم توفر عندك. نعم. صحة المدرب، التزامات، تفرغ كامل. تفرغ كامل. نعم. يعني أنا أول أمور كنت أعاني منها أنه هي الفيز بالمعسكرات، تدري السفر لألمانيا جواز العراق. نعم. كنت أعاني كثير بالموضوع. أنا كنت أكثر من المعسكرات أنه آخر يعني أول 5 أيام 6 أيام من سفري أنا أكون تأخير فيزا لأنه رايحين لألمانيا أو رايحين صربيا أو رايحين هولندا أو ألمانيا، فأنا كنت هاي أول واحدة أشرح. الشغلة الثانية هو السؤال مالتك المهم، أنه أنت ليش ابتعدت عن الفترة هذه؟ أنا بقول لك شغلة مهمة، فترة من 2003 لحد 2010 تقريبا كانت الأمور صراحة بغداد غير مستقرة. نعم نعم. وأنا من النوع اللي صراحة أحب شغل كثير، يعني أحب العمل والإعلام حتى في الإمارات. أنت من زمان يقولون ما كنت يعني عندك ضروبات وهذا. بالضبط. إيه. أنا يعني حتى عندي كانت مشاكل كثيرة، يعني نادي القوة الجوية كانت أمور كثيرة تستوي. أنا ما كنت من ضمن المجموعة. كنت من ضمن ال يعني أكون مع اللعبة، لأنه يعني أنا ما أحب إنه أكون مع فلان أو فلان، أحب أكون أنا. كنت طباب خير دائما. طباب خير هو هذا بالضبط التفسير لك. فلهذا أنا الحمد لله يعني ما جنت في يوم بعد. ولا جمع اللي مثلا ايقاف من النادي ما صارت مشكله، وحتى بالامارات نفس الحاله. انا من طول ال 23 سنه اللي راحت او 22 سنه راحت، انا عمري ما توقفت كمدرب الحمد لله، لا من ناحيه الابعاد ولا من ناحيه بسبب علاقاتك، زائدا انه انت انسان تحب عملك. تجربه الاحتراف وهذه الفتره الطويله، نجاحها والثبات الى هذا الوقت، شنو اسبابه كابتن؟ هي اول شيء ثقافه المدرب، ثقافة انه تعرف ان تكون في ثقافة. يعني انا مرات انا اقول لك يا بأمانة، انا برنامجك يعجبني كثير، اقول لك ليش؟ لانه عندك لا كابتن عندك خلفية ثقافية، عندك خلفية يعني انت تقدر انه كيف تحاور، وهذا بحد ذاته هو عبارة عن الثقافة اللي انت مكتسبها. نفس الشيء المدرب، يعني انت لازم تطور نفسك. برافو عليك. نعم. لازم تسوي ابديت، لازم تحدث نفسك، وخصوصا تدري انا كابتن كم مدرب اجنبي اشتغلت معاه؟ تقريبا اكثر من 22 مدرب اجنبي، يعني زماريو. نعم. كاجودة. نعم. مدرب هولندي اسماء ممتازة. عندك الحين مدرب يعني الحين مدرب عجماني هم روماني زين، يعني مدربين كثار كابتن وهاب عبد القادر معاه 7 سنين، ايمن الرمادي، يعني كابتن اجى مدرب فرنسي وايطاليين. فانت كابتن اذا ما تسوي ابديت لافكارك بامانه كابتن احسن لك تركن. ليش؟ لانه هذا مدرب اوروبي، يعني ما يمكن يترك بالستاف مالته مدرب عربي اذا ما يكون هو كفاءه. وانا اقول لك يا بامانه هو كان امتحان صعب علي، انه كيف اثبت انه المدرب العراقي والمدرب الاستمراريه استمراريه. نعم. واكو شغله ثانيه كابتن، علاقاتك مع حراسك، البيئه اللي تشتغل بها. انا اعرف انه انت اعطيت لمنتخبات الامارات حراس تقريبا، يعني معتز عبد الله. نعم. يعني من الحراس الممتازين. عندك الحين علي الحسني وعادل الحسني. نعم. هم كانوا. نعم. معانا يعني الوحده الان حراس الوحده ما شاء الله عليهم. الوصل اعتقد الوصل. نعم. لا علي الحسني عثمان هو كان مع نادي الشارجه حاليا. نعم. يعني هو يعني المهم علي هو الاقرب علي كان عندك زائدا كان عندي يوسف اللي الحين اعتزل حارس مرمى، كان محمد عبد الله يوسف كان ممتاز. نعم نعم. وغيره وغير حراس كثار، بس القصد انه حتى يجوك حراس من خارج الدوله. يعني اجاني مثلا رئيس البلحي حارس منتخب الجزائر،
يعني كل فترة توقف موسم يجي الفترة عنده بدبي يجي يسوي إعداد إعداد لمدة شهر معايا أو أسبوعين ثلاثة ويروح. أنت تابع الكرة العراقية أكيد؟ أكيد يعني باستمرار أكيد. تشوف أنه أكو مدربين الآن عندهم تطور، نحكي على الحداثة والتطور والمدرب يجب أن يسوي أبديت، ده تشوف أكو مدربين حراس داخلين هذا المدخل بصراحة؟ بصراحه انا يعني كل حراس هم كانوا يعني بجيلي هم يلعبون نعم. يلعبون معي نعم. يعني يلعبون اعتقد هم مميزين على مستوى المدربين حاليا ايه؟ ممتازين نعم. نعم. بس صحيح. انا حقول شغله واحده ايه؟ في اكو اشكاليه بهالموضوع. شنو الاشكاليه وين الاشكاليه؟ نعم. المدربين دخلوا باجواء المدربين الهيد كوتش، يعني المدرب الاول يطلع ورا دورين ثلاث ادوار، هو مدرب جيد مسكين، هذا مدرب جيد مثلا يعني كان ابراهيم سالم ولا جيني زيدان ولا عماد هاشم، مدربين ممتازين واسماء كثيره، دكتور حسين، يعني ما شاء الله اسماء كبيره، بس هذا مشكله مع ستاف تدريبي. يعني اذا يعني لما يطلع المدرب يطلع وياه ويظل قاعد ينتظر عمل جديد. ولهذا ولهذا انت معترض على هذا ما احب الكواليس. انا اقول شغله واحده ايه؟ انا يمكن غلطان رحت على نادي عجمان، قلت لهم انا عقدي يعني. انا عقدي مع النادي مو مع المدرب. نعم. هذا الموضوع يمكن هسه كثير راح يستغربون عليه، يقول كابتن عمر شلون يطلب الطلب هذا؟ لانه مدرب شغله يبين بعد السنه الثانيه والثالثه، يعني انت ممكن ناول ثلاث لعبات يقولوا له مع السلامه. شو سوى هو؟ ايه. هو راح خطيه يعني مصير، يعني مصيره انتهى بانتاج الفريق. نعم. فانا افضل المدرب يروح على النادي ويشتغل معاهم لمده سنه وسنتين حتى يبين شغله. شنو رايك بمدربين الحراس اللي موجودين؟ هل وجود مدرب حراس اجنبي الان بالمنتخب الوطني هي فائده؟ او وجود مدربين يعني استعانه بمدربين العراقيين هو الافضل بحكم انه نتائج العراق دائما كانت مع مدربين، او تميز حراس المرمى كان مع مدربين عراقيين، مدربين حراس مرمى عراقيين. صحيح كابتن. انا يعني بقول لك بامانه، انا ان كان انا وعماد هاشم كنا وجليل فتره وعلى عبد الوهاب فتره، لا هاشم طياره صحيح. هاشم خميس فتره، ويعني ابراهيم سالم طبعا فتره، هاي الفترات احنا شغالين مدرب عراقي يعني. كابتن احمد جاسم انا احمد جاسم ما اشتغلت فيها كمدرب بس آه. كان لاعب يعني كنا يعني قاسم انت اشتغلت ويا قاسم؟ انا قاسم ابو حديد. نعم. واستاذي كاظم شبيب. نعم استاذ كاظم. واستاذ نعم. جلال عبد الرحمن. نعم. وكابتن نعم. عام يعني كابتن آه. فتاح ما اشتغلت فتاح صيف هو وكان ايه. مدرب منتخب نعم. معي بال 94. نعم. انا قصد كلامي انه المدرب العربي اكثر تفهما بحاله الصحيه والطبيعيه والنفسيه يعني المجتمعيه. يعني انا اقول لك بامانه لانه الحارس مرمى حتى يمكن الجمهور يعرف هي حالة نفسية أكثر من هي فنية. برافو على هذا أيه. كلام منطقي. لا تنسى يا كابتن إحنا بالتسعينات كنا يعني الله يكفانا يعني. إيه كان ظلم يعني مختلف. أنا أقول لك أنا ظلمت يعني من ساحة الاحتكاك. القفاز كان يتحول من حارس من حارس لحارس. لا أو أكشرة ثانية يا كابتن بقول لك يا بأمانة يعني يعني تجي أيام أنت بأمانة أنت ما يعني ما عندك الوقت. بين لا. عمل البيت وبين تشتغل وتروح تشتغل وتروح او يعني تدرس او كذا او كان عسكريه كابتن انا مده التسعينات انا اشتري القفاز من جيبتي وانا اشتري الحذاء تكرم الحذاء واشتري الفانيله من نسافر برا يعني كان عندنا نوع من الشحب الامور هذه الحين صراحه انا اهني صراحه يعني انا احسد اللعيب الان اختلفت الامور كابتن الملاعب هسه كل حارس يجي وياه جايب بالجنطه قفازات اربع قفازات بين الشوطين يبدل انت ملعب الشعب هو الملعب الرئيسي احنا كنا نتعاني من الارضيه طبعا يعني الكره كنت افكر بها ألف مره تدق بالارض او انت تعرف حارس مرمى تعرف مساوى هاي الارضيه وعجبة تلعب مثلا بالموصل او تروح تلعب في اربيل او تروح كانت الملاعب سيئه الحين الامور يعني الحمد لله الامور صارت اختلفت لاعب اختلف صار تطور وحداثه ولهذا كابتن سؤالي انا اشوف المدرب الاجنبي اذا كان ستاف كامل فاجيب مدرب ستاف كامل اذا مدرب عراقي لا اجيب مدرب عراقي اخليه ليش لانه المدرب العراقي اقرب للمدرب الهيد كوتش يعني اكو تفاهم بيناتهم شلون تنظر لمركز حراسه المرمى الان بما انه انت متابع انا صراحه يعني يمكن احنا بحكي بصراحه على قولت تقول كار واحد وان شاء الله ما حد انا شايف الاخير هذه وجهه نظر انا شايف يعني بالنسبه للمنتخب نعم انا شايف شيء اتكلم عام هو المنتخب مخيف يعني صراحه نعم. بالسنوات القادمه بعد جلال وبعد محمد والحراس الموجودين يعني يحتاج صراحه تحتاج جيل مثل جيل 2007 ومثل جيل 94 يجي جيل ثاني صراحه يعني بس هو العراق ولاد يعني ولاد بس نعم. كابتن الحراسه تعرف انت كيف شلون تتاسس الحراسه، الحراسه كابتن مش موهبه تجيبها، مو موهبه تجيبها مثلا من الشارع او تجيبها من فرق شعبيه. يحتاج لها صقل ويحتاج لها كابتن تدريب. انا حطيك تاريخ نعم. اللي انا كنت لعبت به بالطلبه. نعم. كنت العب كابتن مع فرق الاعمار السنيه، كان يلعب قدامي حسين سعيد. واشوف كنت اشوف اللاعبين وميض منير، اشوف اللاعبين الكبار، احنا نلعب مباراتنا قبل مباراتهم. نعم.
بساعه، الجمهور هذا ما طلبه كان كله يحضر. طبعا مباراه الشباب كان يحضرها جمهور الفريق الاول. هذا كابتن لعبت منتخب ناشئين. كابتن انا لعبت بقطر ناشئين جبنا المركز الثالث وانا كنت كابتن، الجمهور ما اثر علي. كنت عندك خلفيه لعبت. والجيم انا من كان كنت انا وحبيب جعفر وليث حسين وسعد قيس وكنا مجموعه يونس عبد علي وحمزه، يعني كنا مجموعه لعبنا بقطر كابتن رغم انها اول مشاركه انه بس كنا وضعيتنا طبيعيه. ليش؟ انه كنا شايفين جمهور، هذا جمهور اللي تقيله. انتقلت الفريق الاول كابتن كان موضوع سهل، سيان صابر كابتن انتقل الى المنتخب الوطني، انا جيت لعب الفريق الاول. نعم طبيعيه. وتعرف الجمهور طلبه بالتسعينات كان من الانديه المقدمه. نعم حصلنا على 86 فريق الطلبه، فريق كبير. 86 حصلنا على الدوري، وكان فتره الجيل الموجود جيلكم حسين سعيد. نعم. علي حسين الله يرحمه. نعم. اسماء كبيره ذا. نعم. احمد. نعم. نعم. جمال يعني علي. حبيب كان تو بادي، حبيب جفر كان على مصطبه. اي 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 بس كان ينزل، كانت اسماء كبيره بس كان ينزل الجمهور كله يوقف على حيله. ليش؟ يعرفوه هذا بشباب النادي. نعم. نعم. كان يقدم اداء. صح. كابتن صح. هذا كابتن يعني انا اتذكر يعني حتى كابتن سامي بحث ولا كنا صغاري من طلعونه كان موضوع طبيعي. هو هواي كان يشبهك بالكابتن سهيل صابر. بالضبط هذا لانه يعني انا نفس الطول يمكن حسن. نفس الطول ولا حركه والستايل. نور اذا تحتاج واحد مثل شلون مثل قدوه لك. نعم. سهيل من النوع اللي محب يعني يحب يساعدك رغم ان انا كنت صغير. حتى بيوم انتقالي من الطلبه للطلبه رحت القوه الجويه هو نصحني قال لي كابتن اذا انت شايف فرصتك قليله وياي روح القوه الجويه العب اساسي. كاظم شبيب راح يعتزل. فتاخذ فرصه. اخذ فرصه فعلا. نعم. اول موسم وصلنا على الدوري. صحيح. رغم انه الطلبه اخذ دوري 86. صحيح. وانا كنت معاهم انتقلت بيا الجويه والحمد لله اول موسم لي اخذنا الدوري ب 88. انت طلعت ويا 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 جيل مال الحراس ماكو فرصه. يعني انا اقول لك المنتخب الوطني. اي طبعا. يعني شيء انا اقول لك مخيف. صحيح. يعني فتح يعني كابتن فتاح اذكر مره دعوا سبع حراس مره بالتمرين مال المنتخب. صح. انت شفت موجود؟ اي شفت موجود انا صراحه. فانا جابوني ما اعرف قلت لك بس سووا كم فريق كابتن؟ سووا حوالي ست فرق سبع فرق. فانا قلت يمكن بتحصيل حاصل يعني بس بعدين اخذت يعني رحت مع الفريق. الحمد لله عملوا ست منتخبات. نعم. كاس العالم حتى يختارون حتى يفرصوا يختار لعيبه يختار. فانا كنت اعتقد منتخب دي. نعم. انا وراض شنيشل و يعني اختاروا يمكن واحد من عندنا يمكن بس حسن كمال و المهم يعني كانت الوضع صعب. وعد عبد الوهاب، صادق جبر، كابتن كريم ناعم، عندك اسماء كاظم شبيب، عندك فتاح ابو رعيه، فهد حمودي. ما هو يعني هو اختلف نوعيه الحراس بالعراق برايك؟ لا. لا. اختلفت؟ ما اختلف كل شيء ابدا. اختفوا المدربين فقط. هسه لك شلون؟ نعم. اي عريت والله تتحدث. كابتن انا كاظم شبيب قد دربني؟ 13 سنه. فتره طويله. 13 سنه وما يحصل بيها ثلاث بطولات دوري صراحه وكاس يعني صراحه معيبه. نعم. 13 سنه ماكو انتاج. مثلا جلال عبد الرحمن جيت للطلبه من جاب لهم شباب طلبه، شباب طلبه ثلاث موسمين بشباب طلبه بعدين الفريق الاول حصل انت يعني حصل شيء بعد ثلاث سنين اربع سنين من اذا الفتره كابتن الفتره تشتغل بها مع المدرب مالتك هي المهمه. ولهذا اقول لك كابتن المدرب لازم يوقع على مع الانديه على فتره طويله ثلاث سنوات. يعني اعداد الحراس ياخذ وقت طويل يعني تحت شخصيته وشراكه بالمباريات وايضا الصبر عليه. صح. لانه راح يرتكب اخطاء يعني الحين اذا عندي ايمان بي انا كحارس. انت هسه شوف الحين اكو شغلات كثيره اخطاء عند الحراس. نعم. هم حراس كبار. نعم. مثل جلال ولا محمد حميد موجوده الاخطاء في كل مكان. انت انا متاكد محمد حميد يعني هو اشتغل ويا كابتن احمد جاسم. نعم. ومدرب احمد جاسم ما شاء الله يعني غني عن التعريف. بس كابتن نعم. الفتره اللي يشتغل بيها مثل احمد جاسم معاه فريق جوي موسم واحد. اي مدرب يعني هذا اذا هو راح يجي مدرب ثاني الموسم الجاي يبين اكثر عمله. يجي مدرب ثاني عنده فكر ثاني. نعم. وايضا عنده فكره حتى في انا يعني حقيقه انا ايضا مريت بها لما اجى مدرب مصري دربني في نادي نفط مدرسه ثانيه مدرسة مختلفة تماما. لما جيت بالشرطة ايضا مدرب مصري مدرب حراس مدرسة يعتمد على البدني. احنا مدربينا ما يعتمد على البدني يعني يعتمد على حركة داخل منطقة الجزاء. مدربين مصريين المدرسة الافريقية باختلاف حتى تمركز الحارس عندهم باختلاف. فهذه قضية يحتاج ايضا الى حارس عنده استيعاب وثقافة مثل ما تفضلت كابتن. لا تنسى انت المدربين حاليا كان مدرب حراس. نعم. يشغل بايديه وبرجليه. آه الحين صار عند الرجل هو الحارس اصبح لاعب. صار لاعب يعني انا يعني حسب ما قالوا لي انه دوره تدريبيه الاخيره انه اصبح اسمه 70% لاعب المرمى وليس حارس المرمى. كابتن انا دخلت بدوره كنت معسكر بالمانيا. نعم. وصادفت عندي والله اكو دوره تدريبيه المانيه ليفل طبعا هي ليفل عالي جدا. نعم. فطلبت منهم يعني طلبت من الاداره قلت لهم بس ادخل وياهم بس مشارك
ولو مثلا خمسة ايام تستفيد. صراحة دخلوني بس بدون كاميرات، قالوا لي ما تصور شيء بس ادخل وتفرج وتستفيد. نعم. بما انت مدرب عربي، انا المدرب الوحيد من يعني من العراق وكلهم من قطر ومن جميع. دخلت كابتن بس دوره تمركز حراس المرمى من عمر 12 سنه الحاد الفريق الاول، كيف يتمركز الحارس وشنو الطرق وشنو الادوات اللي جايبين لي اياها. تصور لمده 5 ايام انا قاعد يعني قاعد اتفرج بس عمليه تمركز الحارس. الحين صار الشغل بالرجل شيء مخيف، اصبح لاعب مخيف. نعم. انا هاي سويتها مال بالرجل وسويت لي مشاكل كثيره. أي. يمكن تتذكر تقول لي تحسين. أي. يعني. أي. كل الناس يفتكر انه انا متقدم لانه سهوا. لا انت أو... تتشارك مع المدافعين. برافو عليك. نعم. وهي حقيقه من انطرد عندك مثلا لاعب حبيب جعفر، انطرد لاعب عندك فانت هذا النقص كيف سده؟ تعوض تضطر... بالمسانده. فانا اتذكر بوقت المدرب زيد النسبه العدديه بالوسط حقيقي. راح نحكي على هذا الهدف بعدين. لا تحرق لا تحرق لي هذا النقاش. هذا الاسلوب انا كنت اسويه. نعم. سابقا حتى كان كابتن راضي شنيشل يعتب علي هو باسم الكاظم. ايه. كابتن جابك انت خليه يجي. كان مدافعينه يرجعون للخلف بشكل اكثر. صحيح. يعني فانا نعم. مرات كنت اخذ اقطع كرات حسب خطط اللعب في وقتها. برافو عليك. كنت اقطع كرات من الخلف يقول لي كابتن هاي الي. اقول له كابتن راضي خلاص انا طلعت. فالقانون هذا والتغييرات سوت ثوره كبيره عند الحراس مرمى. انت حسب كلامك معناها تابع الجويه. تابع. انت محب الجويه رغم انك تلعبت بطلبه يعني، لكن انت الصقور شكل ثاني. صحيح. تابع باستمرار. انا اشوف انا بامانه اشوف الطلبه يعني صراحه اكون حزين جدا. الطلبه يعني نادي. انا سمعت علاقتك بايوب زينه. ابو اسحاق اشتغلت فيه 4 سنين مدرب في الاخاء. في لبنان اشتغلت فيه 4 سنين مدرب. كابتن انا بقول لك شغله، الطلبه يحزنني ليش؟ لانه هم فعلا الكره العراقيه كانت هي هو الاساس وانا طلبه. صح. يعني انا بيوم اللي لعبت سحبوا 11 لاعب منتخب وطني. دائما اقول الكل ضيف يجي كان يلعب بالطلبه اغلبيتهم خرجوا الطلبه خرج مدربين. كابتن كانت عباره عن درس. اي يعني وكانوا هم اللاعبين طبعا كلهم بتربيه رياضيه، كلهم بتربيه رياضيه. يعني كابتن جمال، نزار اشرف، ثار احمد، على يعني كل اوميد منير، الحسين الله يرحمه، كل لاعبين كابتن جمال علي. جمال علي. فتصور يعني يقوم كابتن نزار اشرف او جمال علي او كابتن حسين سعيد يقوم بعد دكتور جمال صالح يخلي شيء هو يعني يتكلم وكانه حلقه تدريسيه. فانا بعدين انا وحبيب جعفر والشباب اللي قاعدين كان اقول هذا شو يقولون؟ شو يتكلمون؟ فعلا كنا صغار يعني كنا شباب بس كان فعلا انا لذلك هنا نقول اختلفت كره القدم قبل عن الان ناحيه الخلق الرياضي. انا ما اتكلم على الاخلاق الاجتماعيه، الخلق الرياضي وايضا تقبل المدرب الكلام اللي يقال. مربي يعني هو كان مربي المدرب مو فقط كان عنده دكتور جمال صالح هو. نعم. دكتور جمال صالح بعدين كان وياه مساعدين يحيى علوان، كان عنده مساعد يوسف عبد الامير، كان احمد صبحي، يعني كلهم اساتذه. نعم. فانت هالاساتذه ومدرب ماتي كان جلال عبد الرحمن او كان عنده مدرب. فانت هذول ما تقدر يعني ما تقدر تكون غير انهم مدرسين لك. تجي على القوه الجويه يعني انا القوه الجويه احد فيها هاي النقطه اللي انا شفتك بس قلت القوه الجويه. لا القوه الجويه شوف انا القوه الجويه صراحه محب خصوصا يقول لك كنت تروح مشي للتمرين. صحيح. يعني احنا بيناتنا بس المهندسين. نعم نعم. انا يعني صراحه من محبين الكابتن الكبير كاظم شبيب. نعم. يعني انا حياتنا يعجبني صراحه نور. نور يعجبني كابتن نور يعجبني بستايله. ايه. الدايفنج مالته شكله كابتن كاظم حارس مميز. الكره العاليه. نعم. عنده صراحه. نعم. الهندام. ايه. يعني من زمان. نعم. هو مثل. نعم. الطاووس كان. ايه. انا يعجبني كابتن بس كابتن كاظم ما يعجب احد حاليا. صعب. اي هسه صعب جدا. بس الوحيد اللي انا اتواصل له يعني يحبني. صعب صعب. اي صعب جدا. الوحيد. اي هو ماخذ مواقف على يقول لي ابوي. يقول لي انت ابني. نعم. ليش؟ انا بامانه انا ما خليت اي مدرب يكون عدو لي. مستحيل ان كنت ما يعني لعبت او غادرته. صحيح. انا عندي في وجهه نظر انهم شوف يعني كره القدم تجمع إيه؟ تجمع لكن ما تفرق. لذلك لازم يكون اكو تواصل. هذا انا ما عندي عدو. نعم. الحمد لله. يعني ما عندي عدو كان لاعبين او الحمد لله يعني. هلا نشرب الكوفي. إيه. ونغير مكان حبيبي. يعني يلا حبيبي. راح بيك مره ثانيه حقيقه. نشكر حضورك دائما. الله يسلمك. نعرف التزاماتك الكثيره وكيف تشوف الاهل. حبيبي كابتن. كل ساعه يقولون معزوم. لا عزيز بس الوزن الاهل موجودين بالامارات. الوزن صعد يقول الوالده يوميا. الله يسلمك. الله يسلمك. شنو قصه المسجل؟
مسجل باليابان نهائي اليابان. ايوه هذه مباراتنا احنا والصين، هذه نهائي اي نهائي صعود كاس عالم. نعم. كنت متاهلين اي، فارتأوا انه ننزل التشكيله الثانيه، يعني حاول نريح لعيبه ونزيد لعيبه. فانا صراحه قبلها هاي المباراه اللي انتهت تعادل، لا خسرنا بها 1-0 بس كان تحصيل حاصل. انا شايفها المباراه اي كان مباراه، كان الحكم ابو تسيم بيها وكان الفريق صراحه الخط الثاني ولعب تشكيله اللي هي ايضا البديله، بس كانوا يعني ممتازين صراحه، ممتازين لعيبه ممتازين. أي. يعني المهاجم اكرم عمانويل، اكرم عمانويل وصبح يعني اسماء صراحه انا ما فخوفا على انه شنو كانوا يعني صراحه يتربصون على الفريق العراقي على احمد راضي وسعد، فحتى خوفا على الكارتات الحمر تروح مع النهائيات. فريحنا، فانا قبلها بيوم المباراه مع الصين اشتريت جهاز مسجل صراحه يعني شيء كبير ذاك الوقت، ذاك الوقت صراحه وسعره اكثر من 270 دولار ماخذ يعني مبلغ كبير، 270 دولار ذيك الفتره كانت كلش كبيره. فقالوا لي ليش مشتري؟ قلت لهم انا يعني شغلت المسجلات وانا بحب هالفكره هاي. نعم. فانا اخذته وياي صراحه اشتريته من الصين. ليش بعته بعدين؟ بعدين اقول لك ليش بعته ومن اشترى من عندي يا فنان اشترى من عندي. المهم نعم بالمباراه الله يذكره بالخير كابتن فيصل صالح. أي. قلت له كابتن فيصل انا هذا اشتريه. قال لي جهاز كبير وسماعاته كبيره وهذا. قلت له انا خلاص قفلت عندي فلوسه موجوده. قال لي زين انت جايب المبلغ؟ قلت له موجود المبلغ. يقولون شاطر بالتجاره اي جدا ذاك الوقت ما كان عندنا فلوس يعني ما كان عندنا يعني حصار يعني 20 دولار و50 دولار انا اشتري جهاز. المهم جت المباراه بايعه خوش خوش بها تقريبا 750 دولار كابتن بالبرنامج عندي فقره الصور جايبين لك مجموعه صور اللي تحكي لي عنها وراح ابدا باول صوره. هذه الصوره ب ما بين لويس بيجو هو طبعا مصادفه انا كنا احنا في الاسباير نعم في قطر نعم كان معسكر تدريبي فصدفه كابتن سير صابر احنا موجودين هناك كنا قاعدين بذاك بالمطعم نعم. وكان ويانا كابتن موجود ويانا كابتن سير صابر فصدفة شافونا فسلموا علي. انا صراحه احب الفيجو لانه اول نعم. شبهي غير نعم. على الشبه شوي نعم وشفت فيجو هيرو كان موجود كمان ويعني اكثر لعيبه موجودين كانوا. قلت له انا اخذ هاي الصوره هو كاتب بالاكسباير بالفندق مال الاكسباير. اي صوره ثانيه نادي النجمه هذا اول موسم اخذنا به الكاس واستقبلنا كاس من اللاعبين العراقيين كابتن احترفوا بلبنان. كانت كره لبنان جيده ممتازه اي خصوصا اللعيبه الروس والارمن نعم. يعني نعم. كان نادي الهومتمن والهومتمن نعم. من اصعب الانديه بمجنسين و يعني اكثر من 5-6 لعيبه نعم. بس النجمه تدري كان هو الثقل هو نادي الانصار والانصار والدليل ليث حسين وحبيب جعفر كانوا يلعبون نفس الموسم اللي فيه وهم بها موسم ليث حسين مسجل عليه بهدف لعبنا ضدهم واي جول عليك ليث ليث اي صراحه يعني انا متاكد راح تسالني منو احسن هداف بالدوري ما راح اقول لك ليث لاعب لاعب ما شاء الله ما حد يقدر وهو رجع عدل عليه ما شاء الله طيب صورة أخرى هذا مع زماريو سنة 2010 درب نادي عجمان زماريو واضح وياه كابتن سردار سردار كان كابتن سردار نعم. بس أنا وياه كنا بالستاف العرب وهو أيضا فترة طويلة بالإمارات طبعا درب. نعم زماريو زماريو درب منتخب العراق طبعا أكيد صراحة كان يحبنا كثير نعم. نعم. يعني يحبنا كثير أنا وكابتن سردار تتذكر هاي المباراة شو وقت؟ اي هاي لعبنا احنا وال مباراة تجريبية احنا والدنمارك جو ملعب الشعب قبل بطولة الخليج العربي زين وطبعا جتني فرصة انه لعبنا بها تلعب ايه بس انا صابت بها اصابة بليغة بهالمباراة بس شو انت تلبس اصفر؟ مثلي انا هو احب اللون الاصفر انا قلت ليش؟ انا شلون حافظ عليك اي لانه طاووس الحارس مثل الطاووس دائما يحب يكون مميز لازم يكون عنده شخصية مميز وانت كنت كابتن اللبس عندك كان شيء مميز يعجبني لبسك بصراحة الله يحفظك الله يحفظك انت جيت بهذا الجيل واللي صعب هذه بكوريا اي كوريا هذا الجيل كان صعب صعب يعني صعب. مأسوف عليه انه ما تأهل تعرف ليش؟ احنا من اول يوم كانت علينا ضغوطات لان كانت كاس عالم بامريكا صح الفريق العراقي تدري ذيك الفتره بس كان جيل مميز كابتن حرام من ساعتها يعني خطا واحد يعني جيل لعبه كره شماليه جيل مو طبيعي يعني كابتن لعبه كره شماليه هي اللي يعني صراحه يعني اثرت علينا بشكل مو طبيعي هي صعودنا كان 100 بالمليار على فكره لعبة الصين هي اللي خلت يعني انه انا ما كنت بالمباراة الأولى والثانية بالتصفيات الأولى فجت فرصة لمن؟
بعد عماد هاشم جت ابراهيم ابراهيم انا كنت محروم بها بس ما شاء الله ابراهيم وعماد ما يعني ما قصروا بس ابراهيم كان ممتاز اكيد ابراهيم واحد من الحراس اللي هو اهم ما اخذ فرصه ما اخذ فرصه لان مزاجيته لا مو بس مزاجيته عماد صراحه عماد حارس وعماد اخذ فتره طويله عماد يعني حارس كبير ويعني اخذ فرصه كامله للعب شفت العماد بغداد لا ما شفته بس شوف هنا اي اشوف هنا هو هنا بردين انا ما لحقت اقول ما لحقت اليوم طيب هذا اخذنا بطوله الدوري والكاس زين هاي بطوله الدوري والكاس اخذناها بسنه 90 91 الحراس لازم يشوفون الصور يشوفون انه كل درايس كل واحد شكل اي هذا احنا هذاك الجيل كله ترتيب تعال كاظم شبيب هو كاظم شبيب مو متغير لبسه لبس موحد بس هذه شوف هذول الحراس كلهم كابتن هاشم خميس وخالد عطيه حسين جبار كابتن حسين وحضرتك وكابتن كاظم شبيب وكانوا انا هادي جابر نعم بس هادي جابر كان هادي بعد مشاب بعدين صغير كان نعم هذه الصورة حراس نادي عجمان اي كابتن هذا هسه المجموعه اللي انا اشتغل وياها لا ثلاث حراس من الرديف وثلاث حراس فريق الاول انا طبيعتي منو بيهم مؤهل يصير اسم او علي الحسني معروف اي علي الحسني حارس نادي الوحده كان سابقا ما ياخذ فرصه هو ما اخذ فرصه المنتخب لحد الان بس يعني يستدعى و يكون بديل يكون بديل نعم. او اخوه علي الحسني اللي علي الحسني اخوه عادل موجود بالمنتخب هم طبعا تؤمين يعني متقاربين بالعمر عادل حارس الشارجه حاليا يستدعى بس علي الحسني ما جت الفرصه الحقيقيه وعادل نفسه اللي يلعب بالوحده بدا بالوحده بدا بالوحده صح هو كان هذا بديله نعم نعم ما كان اثنينهم بالوحده اثنين طلعوهم انا صراحه كان اختياري على علي علي لانه كان فرصته قليله باللعب بالوحده نعم وكان موجود حارس كبير معتز عبد الله وحراس كبار كان صعب انه ياخذ فرصه صحيح معاي صار سبع سنين بالضبط او الموسم الثامن معاي بالنادي عجمان من افضل الحراس يعني السنه الماضيه اخذ بطل المرحله لمده حوالي اكثر من اربع مباريات اخر صوره ايه احنا جبنا لك واحده من الصور لان انت عندك صور هوايه جويه والله كابتن انا تدري هذه مباراه اعتقد احنا والطلبه او ملعب فل لا فل كابتن ايه. هذا موسم اخذنا بيه الدوري ايه. هذا اخذنا بيه الدوري يعني فرق الاهداف احنا والزوراء ايه. اعتقد مباراه احنا والطلبه وهي من اسعد المباريات كانت عليه ليش انت تعتني بشعرك؟ مثلي لانه كان مثل جليل كان جليل انا جليل متميز بالشعر ايه. وخاصه الكابتن كان موديل هو انا كنت متاثر انا كنت متاثر بالحارس ايه. يعني صراحه الحراس اللي شمايكل كنت اشوف كنت اشوف حراس الكبار شلونك بالجزائر؟ الصد له مين هن؟ انا انا ما اعرف انا ما اقدر اتكلم عن الصد لانه ايه. انا عندي ما شاء الله ايه. ثلاث بطولات يعني خارجيه ومحليه بال يعني عندي بكاس العالم يعني مغير اليوم اشوي ثاني اي انا هذا اللي انا مو موافق خلاص انت هسه غير والله ما متفقين انت اي انا موافق مو انا بس انت الجزائر انت مو مشكله انا ما عندي مشكله تعرف ليش حتى اخلص من اسئلتك الصعبه لا انا اعرف حضر لي خمس اسئله بس من اصد أي. أي. اخلص من بس بحالتي اذا انا صديق خليني اذكر هاي راح اصدها معك ما راح اقدر اجاوبها اي واللي راح اسجلها احنا لازم نضغط عليك على مود تجاوب لا تجاوب الخمسه راح اسجل عليه يلا استاذ كابتن حبيبي انا بعد الحمال اللي شفته وضعك جاهز انا جاهز اذا راح استعمل كل خبرتي وقوتي بالتسديد اليوم شو المعادله المطلوبه ايه اليوم على فكره حتى بس الجمهور يعرف احنا غيرنا القواعد زين انه انت راح تحرس المرمى ان شاء الله وانا راح اسدد الضربه انا بالنسبه لي زيد فخر انت شوت علي زيد فخر يعني القاعده تغيرت وياي الحمد لله ما تغيرت في غيري تعلم من عندك حبيبي يا كابتن حبيبي غالي وهي خمس ضربات جزاء وخمسه سله خمسه سله شويه زين شلون الصد اجاوب اذا تصد انت لك حق ما تجاوب أيه؟ اما اذا تحب تجاوبني على السؤال فهذا كرم منك انا بكل الاحوال راح اجاوبك بالسراء وبالضراء خلاص لا يعني أيه بس المهم انه انه قال عليك المهم انا موافق يلا احنا كل ما يجي الضيف يشوف ضربه جزاء نخليه يوقف بعيد ايه انت هتقرب اليوم لا والله نفسك كابتن انت تسوي اللي تحبه بس حبيب. المهم ها انا والله احنا مستانسين بيك كابتن صراحه كابتن انت ملك الجزاءات الله يحفظك انا سلطان الجزاءات كابتن جد 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 انت بصعد فريق كاس عالم أيه. واسيا انا الحمد لله كاس عالم جزاءات عندك ثلاث بطولات تقريبا بطولات ضربات جزاء بس اللي صعد بها كاس العالم خمس ضربات جزاء الحمد لله يعني الحمد لله من تسعه يعني انت تعرف الموضوع عمر احمد الجيل الجديد ما يعرف لك الساحه حبيبي لك الساحه كابتن يلا راح نبدي
ايه السؤال لو طبعا جاوبني بعد التسديد ان شاء الله نشوف يعني ان شاء الله شنو الجول مو جول وبعدين هذا اول سؤال ايه تنطيني اسم واحد هو افضل حارس مرمى عراقي بعدين ورا التسديد بما انه انا ما مسوي الحمد لله اوت اي تعال هنا يا الله خلي نجي هنا حتى انت كامرتك منا واحنا منا كابتن نور حراس العراق اي كلهم اللي مثلوا المنتخبات زين صراحه انتقاء كحارس وقائد فريق نعم. اختيار كان 100 يعني صائب 100% كاظم شبيب رعد حمودي كابتن نور عماد هاشم اكثر الحراس كانوا مميزين وبصراحه اقول لك اياها الحارس اللي انا متاثر به مع احترامي لكل الموجودين هو استاذي راح اسمع جوابك هذا الى ان تنطيني اي استاذي نعم. وهو استاذي نعم. وهو مدربي وهو اعتبر لي الوالد هو كاظم شبيب لانه كاظم شبيب افضل حارس عراقي انا طبعا وجهه نظرك بس ما يمنع انه انتم حراس اللي مثلتوا المنتخب حراس وجهه نظرك انا هنا مقدم برنامج هو النمبر 1 بالنسبه لكابتن عمر احمد اكيد تحيه كبيره جدا حبيبي الاستاذ كابتن للعملاق كابتن كابتن عملاق اوكي احنا اول وحده ضيعناها ضيعتها طول الكره يا شباب يا الله طلع هاي الكره كابتن وانا الصغار يلعبون ارجع شوي ورا وين راحت كابتن ارجع شوي ورا كابتن اي والله هاي يا الله انت حتى مو على الخط واقف اوكي ومخوفني على اساس طالع لي قدام كابتن السؤال الثاني ضربه جزاء ثانيه ايه متى العوده للقوه الجويه؟ يلا خليك تقول راح اقول إيه؟ زين هاي راح اجاوب راح اجاوب ضربتك حلوه راح اجاوب عليك كابتن لا كابتن القوه الجويه لا لا اي كابتن اكو عوده؟ والله اتمنى اتمنى هاي الغربه يعني اكسرها يعني قد انا عمري باقي بالتدريب 10 سنين 6 سنين 7 سنين اخدمها بالقوه الجويه او اخدمها بنادي الطلبه الناديين مش نادي واحد بامانه اقول لك اياها انا لما اشوف الدوري العراقي بهذا شكله اتمنى ارجع له يعني فرحت للتطور الموجود صراحه بامانه حلو. الملاعب بس احتاج شويه وقت تأقلهم. اللعيبه اللاعبين يوصلوا مستوى الاحترافيه حقيقي احتراف حقيقي وصدقني وقت. صدقني عندنا مواهب خامات انا افتخر ادربها وخصوصا بنادي القوه الجويه اذا كان نادي الطلبه مع احترام مع باقي الانديه بس هذول الانديه اللي انا تربيت بالطلبه وتالقت بالجويه فاتمنى كابتن ويلي عليه متعود انطي الكره انطي الكره للضيف والله جديد اعطيتوني خوش فرصه اشوت يا الله بس لازم اقول هذه كابتن سؤال الثالث ضربه جزاء الثالثه ايه انت عرفت انه انت متابع جيد للدوري تنطيني ثلاث اسماء شفتهم هم افضل حراس مرمى حاليين انا اقول لك اسم النادي اوكي وانا اجاوبك على الاسم اذا عرفنا بس هاي لازم اقول لا خليك تقول هاي اللي اقول هاي صعب 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 الرجال جاي متحفز لابس ملابس مال الحراس القفاز كابتن انا طلع جلال برا الاسماء نعم جلال حارس يعني حراس كبار اكيد الحراس اللي عجبوني صراحه اي الحارس البديل بالقوه الجويه حارس صغير السن محمد شاكر محمد انت تعرفه نعم عجبني صراحه كثير جيد نعم عجبني بداية الموسم محمد حميد كان ممتاز بداية الموسم صار عنده دروب شوي دروب الأخير ما أعرف هذول حارسين اوكي وعجبني حارس صراحة أنت بس على الجوية لا 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 في حارس أكيتي. كابتن عجبني حارس صراحة حارس الكرخ منتخب أوروبي حسين أي هو هذا إن شاء الله يكون مستقبل بس اللي يعني قلت لك هذا حارس صغير اللي بالقوة الجوية أتمنيت ياخذ فرصة بعد يعني بالقوه الجويه لا والله مو الموضوع بس شفت الثلاث لعبات وخاصه من سوى يعني التغيير ياخذ فرصه القوه الجويه صعب 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 الجو صعب قدر من اول مباراه شفته صراحه حارس مرمى عجبني حلو وقدر يسكر النقص اللي بالفريق هو انه محمد كان محروم بطرد انت تحب الحراس اللي قامتهم شوي مو طويله برافو عليك عنده رد فعل وعنده نوع من السرعه بالحركه اكثر رد فعل عنده ريلاكشن صراحه يجنن ريلاكشن حلو 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 زين هذا اللي هذه شهاده لازم يسمعها باقي ضربتي ها؟ اي باقي ضربتي يا الله
سؤال الـ 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 الرابع ضربة جزاء الرابعة. إيه. منو برأيك مدرب عراقي ومدرب حراس هو أفضل مدرب حراس عراقي؟ كل إحراجات. اليوم يحزنون على الشباب كلهم يحزنون علي. يا بي. حالياً؟ إيه طبعاً. عامل يعني مدرب عامل. أول لا خذ كابتن لحظة. يلا. يلا. إيه عايزين والله اليوم متعة ضربات الجزاء أكيد حبيبي كابتن سعد عكسية زين والله كابتن أنا بقول لك يا صراحة كان أنا راح شوي أسهل الكلام هو أنا إيه كابتن هو أنا والله أستعين فيك أعطيني ثلاثة يلا أعطيني ثلاثة قول لي اختار واحد أعطيك أنا ثلاثة ما أنا إذا أعطي معناها خير لا 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 كابتن أنت مدرب أنا كابتن أثق بإمكانيات اختيارك ليش كابتن؟ لأن أنت كابتن أكثر قرب أنا بأمانة أكو أسماء ما أعرف كثيرة يعني والله عندنا أسماء كثيرة إذا أنت اختيارك كابتن وأنا أختارك إذا أتكلم على مدربين المنتخبات بالنسبة صالح حميد وأيضا نوري عبد زيد نتكلم على الجوية نتكلم عن كابتن أحمد جاسم نتكلم على الزوراء بالحارس يعني مدرب شاب اللي هو علاء قاطع نتكلم عن كابتن جليل زيدان نتكلم عن غانم غانم إبراهيم اللي هو دربك يمكن فترة بسيطة جدا اي بالقوة الجوية نتكلم عن حسين كامل والطلبة يعني في نتكلم عن كابتن عبد الكريم ناعم اللي موجود في نفط الوسط يعني بصراحة في أسماء في كل مكان أنا ما أقدر لكن أنا أسألك أنت غلطت. يعني أي غلطت صديتها لا بأمانة وهي لو داخل أقول لازم تجاوب هسه تقدر تراجع هسه المشكلة شو أنت تقدر تراجع زين اختار ثلاثة أنا اختار واحد لا أنا ما أقدر أختار أنت صار ضربة جزاء مدلل ما تريد تجاوب أروح أسدد الخامسة عماد اخويا ابراهيم طبعا كابتن ابراهيم جليل جليل كريم ناعم احمد جاسم كابتن اسمع اسماء حج غانم من بعد من واي 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 حسين احتياطي ويا كان بالمنتخب ويا الاقوى الجوي صحيح. هذا السؤال انا اعفيني منه سامحوني كلكم خالد عطيه بالبدو وحسين جبار بالكرخ جبار اورطك انت منو منو اورط كلهم جيدين كلهم جيدين لا وانا ذاك اكتشفت واحد من موجود هم كان من ضمن الحراس مالتي زين هادي حسن هادي حسن هادي وهادي جابر هادي جابر وحسن يعني هادي ايضا يعني هذول كلهم شنو وياي كانوا لاعبين خلاص عفيت سامحني عفيت سامحني اخر ضربه جزاء كابتن اي شكرا جدا لحضورك حبيبي يا كابتن بالعكس انا شرفت باللقاء الجميل جدا صراحه نسال الله انه يوفقك حبيبي يعطيك الصحه والعافيه امري انت اخر سؤال بحلقتنا اليوم هذا السؤال النهائي زين هذا قنبله عمر احمد ظلموه انظلم هذا سؤالي ايه انظلم جاوبني بعد التسديد اويلي يلا يلا حلو يا كابتن كابتن تعال هنا حبيبي كابتن احنا ضيعنا كل الجزاء انت تغلبت علينا من كامل تريد العيد انا اصل ها لا انا سالم موافق ما تموك كابتن عندك الاجابه بعد اذا كابتن. لا لا جاوبك كابتن نعم. كابتن انا كنت لاعب وجتني نوع من المظلمه مش ظلم ما كنت افسر ما كنت اعرف ان هذا هو ظلم لو مثلا فرصه راحت من ايدي مثلا انا اعطيك شغله انت انا سؤال هو المحور مال السؤال انه كاس العالم انت اللي ما لعبته الفريق طلع في ايدك في اسيا وانا كنت لاعب حسيتها بمظلمه انه ظلمت وهاي وما جتني فرصه وعماد جته فرصه وعماد كان ما شاء الله برز بكاس العالم بوقتها كنت لاعب ما كنت افكر بتفكير المدرب حسن مدرب الحين صرت مدرب عرفت انا ليش المدرب اختار وجهه نظره نعم فهذا الموضوع ما تكتشفه يعني انا هواي من اللاعبين لا يستعجل لانه مدرب عنده حسابات انت ما عارفها وانا حساباتي بامانه ذيك الوقت حسيت بس انا بامانه عماد هي كانت هاي الفرصه الحقيقيه اللي وصلتها المنتخب الوطني وكان مثل المنتخب بعديها بشكل رائع جدا صح قعدت احتياطي له كثير بس صدقني يا كابتن بيوم اللي صرت مدرب عرفت انا ليش عرفت انه مدرب كابتن انور جسام هو احتياط لا يقلل من قيمته كحارس بالعكس انا يجدني شرف انه قد العماد ولا كابتن نور لا. بس هي هذا احس انه هي مش مظلمه تفسيرها هسه حسيت مصدر مدرب العقليه كابتن أكيد. وخصوصا اذا تكون عقليه احترافيه وصلت مرحله النضوج تعرف انه هذا القرار قرار مدرب انا وعدتك انه نحكي عن هدف ليث بشكل قصير جدا لانه ما حكينا عنه قاطعتك فهذا قبل ما انهي بالعاده انا انهي بعد ما يجاوب الضيف السؤال الاخير
انت تتحمل هذا الهدف لو لا؟ بس هذا الدور. انا بتحمل بأبل مليار. هذا هدف اخذ صدى واسع. اي اي نعم. بس مرات اكو شغله اسوي ايه. اكو شايف الترند نعم متخالف شيء ايه. غير طبيعي صح. انا بيومها صراحه قلت لك بهاليوم ايه. انه انا قدمت لانه كان انا عندي فكر انه العب على الشاشه يعني خلف فراز شيء شو اسميها نعم. فانا هاي ادوار كنت اخذها كثيره وهي جايه شفت هدف حسيتها اي عرفتها اها. بس اقول لك شغله ما كان عندك رأيك. بس اقول لك شغله الهدف اللي ليش دخل لي انه انا كنت نازل لثلاث نقاط أيه. وكنا فايزين نعم. بكل الاحوال بس صار ظروف انا اعرفها أيه. ما اقدر اقول لك بها هي سوت انه صارت انه أيه. هذا الهدف انا شنو قلت انه اشيل الحمل على راضي شنيشيل وعلى السمير صار عليك الحمل صار الحمل علي نعم. فانا غلطت غلطه شو الغلطه انه حاول انه ادفع من الامام بدي ادفع من الامام نسيت نفسك نسيت نفسك برافو أيه. عليك اكو شغله ثانيه كابتن الاخيره اهم شيء هاي كابتن الحاله النفسيه نعم. انا من النوع اللي من الحراس اللي تدخل عليه هدف وهدفين شويه الاداء ما كان يهبط أيه. هبط الاداء فانا هذا الجول اللي دخل علي بامانه بيومها انا سكن حاولت تصلحها الان كمدرب مع حراسك اكيد أيه. انا هسه حراسي كابتن اكد على مساله الخروج نعم. بس كابتن الحين القانون اختلف لا نعم. واستعمال قدمين أيه. ولا هاي صار انه الشيء كنت اسويه الحين قام يرفضوا الحراس هاني ممنون حبيبي كابتن شكرا جزيلا كابتن نور منال كل انت حياتي انت حياتي اشكرك اشكرك على الضيافه اشكرك على الضيافه من الحلقات اللي انا جدا استمتعت فيها بس هاي خليها التاريخ حقيقه انه صارت الامور بالعكس اي وحلو وان شاء الله تكون هاي ترند يعني انه مستقبلا إن شاء الله. كابتن نور وشوفك على طول بخير والسلامه والتوفيق حبيبي كابتن الدعوه مفتوحه لك ان شاء الله وانت ما شاء الله عليك يا كابتن انت مفخره وعلم كبير بالكره العراقيه شكرا جزيلا حبيبي كابتن حاسب يا كابتن حاسب يا كابتن شكرا جزيلا كابتن شكرا جزيلا الله يسلمك يا كابتن حلقة كانت مميزة مع ضيفي الكابتن عمر أحمد انتظرونا بالأسبوع المقبل حلقة جديدة وضيف جديد